أنا حاضر لهنا كنائب حر يعني ومثل نفسي، وأنا جيت من أجل أن أقول لا لهذا الدستور ولا لإقصاء الشعب الجزائري ولا لإقصاء النخبة الجزائرية. هذا الدستور هذا من خلاله والقراءة نتاعو عنده كل أهمية، لأن من خلال هذا الدستور راح تبرز ما يقرب 25 قانون. هو الدستور القانون الأساسي والأسمى للأمة، تبينت حوله الآراء والمواقف منذ تدشينه. جولات المشاورات سنة 2011 ولم تستطع حتى الجولات الثلاث التي قادها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، وختمها مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد يحيى، وقبله الوزير الأول عبد الملك سلال، وحتى جلسة إصدار الستار عليه لم تسلم، هي الأخرى أو لنقل لم تحقق توافقا مطلقا، وهو ما اعتبره الرجل الثاني في الدولة الجزائرية معلما لديمقراطية حقا تقوم على الرأي والرأي الآخر. هو قصر الأمم بنادي الصنوبر يصوت بالأغلبية على خامس دستور في الدولة الجزائرية وسط معارضة من أطياف رفضت الحضور، وهي العدالة والتنمية، جبهة القوى الاشتراكية والتكتل الأخضر. واقتصر لون المعارضة على الحضور على حزب العمال الذي امتنع عن التصويت على عكس حركة البناء التي قالت نعم. حزب العمال أوعز رفضه هذا إلى الطعن الشكلي الذي قدمه إزاء التمرير الشكلي للدستور، ويقول بأنه لا يمكن لكتلته البرلمانية أن تصوت بلا على الدستور لأنه يتضمن تحسينات وإيجابيات لطالما ناضل من أجلها الحزب، ويقول أيضا بأنه لا يمكن لمجموعته البرلمانية أن تصوت بنعم لأن الدستور المقترح يتضمن مواد وإجراءات متناقضة وأخرى قد تفتح الباب للتراجع عن مكاسب اقتصادية و اجتماعية هامة. هي إذن الوثيقة الأسمى في الدولة الجزائرية التي أجبرت أكبر حزبي في الموالاة على ترك خلافهم جانبا، وهو الخلاف الذي دار حول انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة من أجل تمرير هذه الوثيقة. وحقا تم تمرير 100 مادة، 30 مادة مستحدثة، المادة 51 أثارت ضجة وجلبة لدى الجالية الجزائرية وحتى داخل الشارع الجزائري. إذن الأنظار تتجه نحو الحكومة القادمة والتي ستكون ملزمة بإعداد 25 مشروع قانون، بالإضافة إلى مقترحات قوانين سيتقدم بها برلماني غرفتي البرلمان، والتي ستكون مرآة لواقع الأيام القادمة، والتي من المفروض أن تكون أيضا سفارة للجمهورية الجزائرية الثانية. كانت معكم موفدة قناة البلاد أسماء بطوش من نادي الصنوبر قصر الأمم.